فترة صباحية يستعد للانطلاقة، وارحب بزميل مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. أيها الإخوة المتابعون، مشاهدينا الكرام في كل مكان، شكرا زميلي محمد ومريك، أتواصل مع حضراتكم في هذا اليوم السبت الموافق للرابع والعشرين من ديسمبر عام 2016، الموافق للخامس والعشرين من ربيع الأول لعام 1438 للهجرة، حيث الأسبوع الثاني، الأسبوع الأخير ضمن هذا السباق الكبير، سباق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. اليوم يوم الجذاع، يوم الإبداع، يوم المتعة والإثارة في هذا السباق الكبير. تابعنا انطلاقة أول أشواط صباح هذا اليوم، الناموس الأول الذي ذهب إلى زعبيل مع أفران ومكتوم بن سعيد من منانة بن غدير الكتبي الذي فاز وانتزع وحقق الناموس الأول الصباحي في هذا اليوم. متابعينا الكرام، ينطلق شوط لا يقل أهمية في صباح هذا اليوم، شوط رئيسي صباحي يعتبر في الفترة الصباحية. جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن لمن يفوز من أحد هذه الشعارات العملاقة الكبيرة الحاضرة في هذا السباق. 6 كيلومترات رحلة من رحلات البحث عن الناموس مع إشراقة شمس هذا اليوم. نبدأ مباشرة مع المركز الأول مع صدر ومقدمة الشوط، هنا متوكل الذي توكل على الله وانطلق في مقدمة الشوط، أحمد بن محمد بن رضا المدني مع المركز الأول، يليه مباشرة الخليجي حمد بن مبارك بن هلال بن طريبيش المنصوري مع المركز الثاني، أحد شعارات إخواننا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق. المركز الثالث يتواصل شعار المركز الثالث، المركز الثالث يصل مهيض بشعار سالم، بشعار سالم بن رصاص بن سالم بن رصاص العامري. المركز الرابع، انتقل الى المركز الرابع لاجد في المركز الرابع، المركز الرابع شاهين للناصر بن محمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري، هذا الشعار احد شعارات اخواننا وضيوفنا الاعزاء القادم من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، احد الشعارات المرشحة في هذا الشوط. ينطلق على المركز الرابع، المركز الخامس شعار بالحطم من الجانب الاخر، يتواصل حاملا الرقم واحد ناصي حمد بن محمد بن عويضة بن سهيل بالحطم العامري. متابعينا الكرام، هذه اسماؤنا الخمسة، مراكزنا الخمسة الأولى المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، البحث عن الناموس، البحث عن تحقيق الإنجاز. اليوم يوم إثبات الوجود، يوم إثبات الوجود يا أبو تميم. نتابع هذا التحدي وهذه الإثارة وهذا الإقلاع من هذه القعدان المنطلقة، هذه القعدان المنجزة، هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة بإنجازاتها بتاريخها المشرف. اليوم يا سلام، أول الأشواط الصباحية، شوط خاص بالقعدان وجائزة ثمينة غالية وناموس ولا أروع في ميدان التحدي، ميدان الشحانية. يا سلام، تابع المركز الأول، تابع الصدارة، تابع المقدمة، تابع متوكل، انطلق في المركز الأول أحمد بن محمد بن رضا المدني مع المقدمة مع الصدارة، والمركز الثاني الخليجي حمد بن مبارك بن هلال بن طريبيش المنصوري، يتقدم شعار بن رصاص مع المركز الثالث، ويقترب مهيض سالم بن رصاص بن سالم بن رصاص العامري. المركز الرابع شعار بن مشيط مع المركز الرابع، هنا شاهين ناصر بن محمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري. المركز الخامس من الجانب الآخر يتقدم
شعار بالحطم وحمد بن محمد بن عويضة بن سهيل بن حطم العامري. هذه النتيجة الثانية متابعين الكرام، هذه المراكز الخمسة الأولى، الناموس حاير 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 بين هذه الأسماء العملاقة، لكن ما بعد الخمس أسماء وشعارات حاضرة منطلقة اليوم في التحدي وميدان التحدي. يا سلام، اليوم هو يوم التحدي، يوم الإبداع، يوم الإمتاع، يوم الإمتاع مع هذه الأصايل مع سن الجذاع. يا سلام، لا زالت الأمور، لا زالت الحرص موجود والترقب موجود مع هذه الشعارات عملاقة، هذه الشعارات حاضرة هذا الصباح مع هذه الأسماء العملاقة أيضا الحاضرة بتاريخها المشرف بإنجازاتها. الله، هذا متوكل مع المركز الأول، متوكل مع المركز الأول مع الشعار أحمد بن محمد بن رضا المدني مع المركز الأول، وأيضا صاحب الرمز في جائزة زايد الكبرى. يا سلام، يعني 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 الموقف خطير بوتميم، الموقف خطير خطير، هذا حاصل على الرمز هناك في الوثبة في عاصمة الميادين. يا سلام، تبقى كيلوين، يعني المركز الأول أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء المرشحة لانتزاع هذا الشوط وحصوله على السيارة نيسان بترول ستيشن. يا سلام، لكن بالرصاص أحد الأسماء الخطيرة ينطلق مع شاهين، وشاهين ينطلق سالم بالرصاص، من سالم بالرصاص العامري يقوده أحد المضمرين، أحد شبابنا المميزين هنا حمد بن سعيد الحبسي ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث متابعينا الكرام، الخليجي حمد بن مبارك بن هلال بن طريبيش المنصوري. المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظة هنا شاهين، شعار بالضبيعة، محمد بن سالم بن محمد بن مطر بالضبيعة. الله، شعار بمشيط يتقدم، يقترب شعار بمشيط أحد الأسماء الخطيرة أيضا على المركز الرابع. المركز الخامس مكرم منصور بن ناصر بن علي بن السرور بن سرور الخيالي على المركز الخامس. متابعينا الكرام، بدأ الجدي الحبسي، بدأنا لوحة 1200 والخطير بالمقدمة، المنجز بالمقدمة، صاحب الرمز. يعني أعلن لكم أن صاحب الرمز بالمركز الأول، يعني عدوا العدة يا متابعين، المركز الأول لوحة الكيلومتر الأخير، كيلو الإعلان راحت 5 كيلومترات. الله، التوقيت الأفضل مع أبن بريك هناك في الوثبة صاحب رمز، صاحب توقيت زمني مميز، لكن الخطر مع شعار بالرصاص مع المركز الثاني، شاهين بالرصاص مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا شاهين، سيف بن محمد بن سالم بن سعيد العفاري على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم مكرم منصور بن ناصر بن علي الخيالي. المركز الخامس شعار بن مشيط، ولكن عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. الله، نتابع المركز الأول، نتابع متوكل مع المركز الأول، مع الصدارة، مع المركز الأول. أحمد بن محمد بن رضا المدني مع المركز الأول. شاهين يحاول، رصاص العامري، حرك الحديدة شوي الحبسي، حرك الحديدة شوي. الله، الشوط الرئيسي الأول ينتزعه رصاص هنا مع المركز الأول، مهيض سالم بالرصاص، بن سالم بالرصاص العامري. تهانينا والناموس على فوز شاهين بالمركز الأول وحصوله على الشوط الرئيسي الأول، تهانينا والناموس أيضا للمضمر حمد بن سعيد الحبسي، من قاده بكل فن بكل ثقة وانتزع الشوط الرئيسي الأول، تهانينا والناموس لأشقانا وأخواننا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. متابعينا الكرام، المركز الثاني متوكل
للسيد أحمد بن محمد بن رضا المدني. المركز الثالث، المركز الثالث مكرم منصور بن ناصر بن علي بن سرور الخيلي. المركز الرابع شاهين لناصر بن محمد بن ناصر بن سعيد بن مشيط المري. المركز الخامس شاهين لسيف بن محمد بن سالم بن سعيد العفاري. متابعينا الكرام، شعار غني عن التعريف، اسم ارتبط مع الأشواط الرئيسية، شعار قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هذا هو، هذا هو مهيض لسالم الرصاص بن سالم الرصاص العامري. التوقيت الزمني 9:09، جزئين من الثانية. هذا هو توقيت مهيض. تهانينا لبن رصاص على هذا الفوز، تهنية للمضمر حمد بن سعيد الحبسي بوتميم الذي قاده بكل ثقة لينتزع ويحقق ناموس الشوط الرئيسي الأول في صباح هذا اليوم. 9:09 المركز الثاني، رقم مميز يحققه وينتزع بالمركز الثاني، متوكل لأحمد بن محمد بن رضا المدني. تهانينا والناموس. المركز الثالث 9:15، 9 أجزاء من الثانية، مكرم لمنصور بن ناصر بن علي بن سرور الخيلي. متابعينا الكرام، متعة الأشواط الرئيسية انتهت، ولكن للحديث بقية مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات.